القراءة تبقى عكسية، دي حاجة عادية جدا، مش معناها ان هي غلط، عادي جدا ممكن تكون عكسية. شوفوا الجزء اللي ينطبق عليكم وافترضوه على نفسكم عادي. انا هعتبر ان الجزء ده ليه علاقة ببرج الحمل، والجزء ده ليه علاقة بحبيب برج الحمل، تمام؟ ففي الماضي بالنسبة لبرج الحمل، ايس اوف وانز، ايس اوف سوردز، انا شايفة ان زيك انكم اديتوا فرصة للشخص اللي انتوا بتحبوه، زي كأنكم عرفتوا حاجة عنه انتوا مكنتوش تعرفوها، او هو كذب عليكم. وبعدين بعد خناق كتير ومناهدة يعني وكلام من كده، انتوا قررتوا ان انتوا تدوهم فرصة، بس طالما هم هيبقوا بيقولوا لكم الحقيقة. انتوا زي كأنكم شرطتوا عليهم، اللي هو لو انا عرفت مرة واحدة ان انت كذبت او ان انت كذبتي، خلاص كده احنا انتهينا. هو الفكرة ان انتوا اديتوهم فرصة عشان انتوا بتحبوهم، تمام؟ يعني مفيش اي سبب تاني، هي الفكرة ان انتوا بتحبوهم فانتوا مش عايزين تستغنوا عنهم، فقررتوا ان انتوا تدوهم فرصة، تمام؟ فده بالنسبة لكم في الماضي. بالنسبة ليهم هم في الماضي، the moon و the hermit، ممكن تكون مع برج السرطان او مع برج العذراء. الشخص ده عنده اسرار كتير، وهو انتوا عرفتوا جزء منها، تمام؟ هو عمال بيفكر مع نفسه، بيراجع نفسه في اللي حصل. يعني هو اخد فتره بعد عنكم شويه، ممكن الشخص ده كان محتاج فتره يفكر مع نفسه، اللي هو عمله ده صح، اللي هو عمله ده غلط. هو مش عارف هل هو فعلا المفروض يخلي حاجات لنفسه بس محدش يعرفها، ولا هو المفروض يشارككم في كل حاجه في حياته. هو كان عمال بيفكر في التفاصيل دي، تمام؟ بالنسبه للحاضر بقى، ممكن تكونوا اتعاملوا مع برج الجدي. انا شايفه ان انتوا زيك انكم ايه، انتوا متعلقين قوي بالشخص ده، انتوا متعلقين بيه قوي، لذلك حتى لو هو غلط في حقكم، ان هو كذب عليكم او حاجه زي كده، انتوا غصب عنكم كنتوا عايزين تسامحوه. يعني هو اديني سبب عشان اسامحك، اديني سبب واحد يخليني اسامحك، لو اديتني سبب واحد حتى لو صغير هسامحك. فانتوا متعلقين قوي بالشخص ده، دي حاجه مش حلوه، لدرجه ان الموضوع ده يأذيكم، ان انتوا الشخص ده بيزعلكم كتير وانتوا برضو بتسامحوه، كل شويه بتسامحوه، تمام؟ لدرجه ان انتوا اصلا فكرتوا للحظه ان انتوا اللي هو ايه، انا بدات ازهق، يعني انا عمال بقى بسامح الشخص ده وببذل مجهود في العلاقه دي وكده، وفي الاخر مش باخد اللي انا عايزه قوي، يعني مش باخد الحب اللي انا عايزه، تمام؟ 6 اوف وانز، انا شايفه ان عيا هتحسوا بالانتصار شوية، هتحسوا بالسعادة، زي كأن اللي هو ايه، انتوا العلاقة هتبقى كويسة يعني شوية. ليه بقى؟ عشان الشخص ده هيبقى حاسس بالذنب، تمام؟ الشخص ده هيبقى حاسس بالذنب من ناحيتكم. ممكن تكونوا بتعملوا برج الدلو، the star 5 of pentacles 3 of swords، تمام؟ طيب الشخص ده حاسس بالذنب ليه؟ لان هو شايف ان هو غدر بيكو، وهو ما كانش المفروض يعمل كده. يعني لما طلع من المرحله دي اللي هي بتاعه الهيرميت، اللي هي مرحله ان هو بيفكر مع نفسه، طلع منها باحساس ان هو مش، يعني هو شايف ان هو غلطان، هو ما كانش المفروض يكذب عليكو، هو كان المفروض يقول لكو، كان المفروض يبقى صريح على الاقل، ما كانش يبقى محطوط في الموقف ده. هو حاليا مجروح شويه، لان هو عمال بيأنب في نفسه، هو عمال بيأنب في نفسه، بيعاقب نفسه، فكل يوم بالليل كده يقعد يفكر متضايق. فهو زي كأنه متضايق قوي، لان هو حاسس ان هو ظلمكم وهو عايز يعوضكم. فدستار انا شايفه ان هو شايف ان انتوا مكبلوا السعاده، هو مش عايز يخسركم، بس هو في نفس الوقت بيغلط كتير قوي، كل شويه بيعمل حاجه تضايقكم، كل شويه بيعمل حاجه تضايقكم، هو زي كانه خايف ان انتوا تزهقوا منه وتسيبوه، تمام؟ يعني ده اللي انا شايفاه من ناحيته قوي. فانا شايفه ان في اخر الشهر انتوا هتحسوا ان انتوا اتكسرتوا، لان الشخص ده هيفضل يحاول يثبت لكم ان هو كويس، فهيفضل يعملكم كويس قوي، فانتوا هتحسوا ان انتوا اتكسرتوا او ان انتوا مبسوطين. انتوا بتفكروا في ايه يا برج الحمل؟ هانج مان وذا تاور، انتوا زي كأنكم المشكله اللي حصلت دي اللي هي ليها علاقه بالكذب ده، حصلت فجاه، كانت غير متوقعه تماما، وانتوا عمالين بتفكروا فيها حتى بعد ما سامحتوا الشخص ده، عمالين بتفكروا فيها. هل القرار اللي انتوا خدتوه صح؟ هل القرار اللي انتوا خدتوه غلط؟ كان المفروض تسامحوه؟ ما كانش المفروض تسامحوه كده؟ بس انتوا ما بتوصلوش لحاجه، هي دي الفكره، انتوا بتفكروا بس مش بتوصلوا لاي حاجه خالص، تمام؟ هما بقى بيفكروا في ايه؟ 4 اوف سوردز 2 اوف بنتكلز، هما زي ما قلت لكم عمالين بيأنبوا في نفسهم، يعني ده نفس الكارت تاني، عمالين بيأنبوا في نفسهم، عمالين بيراجعوا كل حاجه حصلت وكل حاجه مضايقاهم ومش مبسوطين. 2 اوف بنتكلز انا شايفه ان هما بيعافروا عشان يوازنوا بين حياتهم، شايفه ان هما عندهم مسؤوليات كتير قوي حتى بره العلاقه بتاعتكم، وهما بيحاولوا يوازنوا بين كل الحاجات دي، تمام؟ اللي جاي ناحيتكم في المستقبل يا برج الحمل هو جاستس 4 اوف وانز ونايت اوف كابس، انا شايفه ان العلاقه هتستقر جدا في المستقبل، ممكن كمان يكون في جواز او خطوبه اي حاجه من الحاجات دي، يعني في المستقبل العلاقه فيها امل كبير قوي. جاستس ممكن تكون تعمل مع برج الميزان، انا شايفه ان انتوا زي كده هتاخدوا حقكم، يعني العلاقه هتتحسن وانتوا فعلا هتاخدوا اللي انتوا تستاهلوه، انتوا تستاهلوا تبقوا مع حد بيحبكم وبيقدركم، ده فعلا اللي انتوا هتاخدوه، تمام؟ نايت اوف كابس، انتوا طبعا لما تلاقوا ان الشخص ده بيقدركم وتغير وكل ده، هتبداوا تقدموا له الحب انتوا كمان، يعني تمام.
فده اللي جاي ناحيتكم في المستقبل. طيب اللي جاي ناحية الحبيب بتاعكم في المستقبل هو Nine of Swords, Nine of Wands, Knight of Wands. تمام. ممكن تكونوا تتعاملوا مع حد برج ناري. انا شايفه ان الشخص ده في المستقبل هيكون عنده مشاكل شويه، محتاج ان انتوا تقفوا جنبه. مش عارف ينام بالليل بجد، ممكن يدخل في مرحله اكتئاب لو ما حدش وقف جنبه وخلاه يفضفض. Nine of Wands هو هيبذل مجهود كبير قوي في الفترة اللي جاية في المستقبل، هيكون عنده شغل كتير، مسؤوليات كتير، هيبقى محتاج راحة، فيبقى محتاج حد يساعده. تمام. فده ده يجي دوركم هنا بقى، بالذات لما الكارت يبقى موجود، الشخص ده يبقى محتاج مساعدة وحب، وده اللي انتوا غالبا هتقدموه له لما يثبت لكم ان هو اتغير. تمام. نايت اوف وانز، لو الشخص ده بعد عنكو في المستقبل، اعرفوا ان هو ليه سبب، يعني حاولوا تعرفوا ايه السبب، لان هو فعلا فعلا هيبقى مضغوط جدا، فحاولوا تقدروه. تمام. يعني هو مش هيبقى بيعمل كده من فراغ يعني. ماشي. فده اللي جاي ناحيتكم وناحيتهم في المستقبل. يلا بينا نشوف الرسائل والنصايح بتاعتكم. Express your love, religious factors, children. الكارت ده ممكن يكون معناه ان انتم متجوزين ومنكم اطفال، ده لبعض الناس. الكارت ده برضو ممكن يكون معناه لبعض الناس تانية هو انتوا تعرفوا بعض من زمان قوي، وان دي عشره كبيره قوي، يعني انتوا مش معرفه سنه مثلا ولا حاجه، لا من زمان عارفين بعض. تمام. religious factors هنا معناها ان انتوا ممكن يكون في عوامل دينيه، او ممكن حتى عوامل عائليه بتاثر على العلاقه بتاعتكم، زي مثلا ان انتوا ممكن تكونوا من ديانات مختلفه، او ان انتوا مثلا في حد من العيله، ايا كان من عيلتكم ولا عيلتهم، مش موافق على العلاقه دي، او عامل مشاكل. دي حاجة انتوا لازم تحلوها، ما تسيبوهاش تكبر. express your love، انتوا لازم تبينوا الشخص اللي انتوا بتحبوه. هو هيبدأ ده بعد، يعني هو هيبدأ يثبت نفسه، وده هيبان شوية في يعني قرب اخر فبراير. تمام. لما هو يبدأ يثبت نفسه انتوا فعلا هتاخدوا بالكم من كده وهتبقوا مبسوطين ساعتها. ابداوا بينوا الشخص اللي انتوا بتحبوه، وان انتوا مقدرين اللي هو بيعمله، يعني زي كده ما تحبطوهوش، يعني تقوش يعني ما تقلوش عليه بالزياده، يعني هو عشان هو فعلا هيجي عليه فتره زي ما قلت هنا في المستقبل بتاعه، ان هو هيبقى محتاج الحب ده. ف فعلا ما تت يعني زي كأنكم ايه، ما تتقلوش عليه بالزياده، لان هو هيبقى فعلا محتاج ده قوي. تمام. بس كده. فدي غالبا الرسائل بتاعتكم. اهم حاجه المشكله اللي هنا اللي هي علاقه بالعوامل الدينيه او العوامل العائليه، لازم تحلوها، لان لو هي فضلت يعني لو ركنتوها على جنب ونسيتوها، هتاثر على العلاقه بتاعتكم بشكل كبير، فلازم تحلوها. تمام. فبس كده، احنا كده خلصنا الفقرة دي. يلا بينا ندخل على الفقرة الثانية والأخيرة. طيب لو بتتعاملوا مع برج الحمل زيك وجاستس وكينج اوف بنتكلز، شايفه ان انتوا بتتعاملوا مع حد هو عاقل جدا، بياخد قرارات بعد تفكير طويل، يعني هو بيفكر كويس قبل ما ياخد اي قرار. وانا شايفه ان هو مستقر ماليا. انا شايفه ان الشخص ده ممكن يكون هنا بالذات لو انتوا بتتعاملوا مع شخص برج الحمل، ممكن يكون الموضوع عكسي، انتوا اللي مزعلينه مش هو اللي مزعلكم. فهو هنا زي كأنه حاسس انه عايز ياخد حقه، او ان هو متضايق، هو محتاج ان انتوا يعني تثبتوا له ان انتوا احسن مثلا. انا حاسه قوي هنا ان هنا الموضوع عكسي، يعني هي انتوا اللي مزعلينه، لان هو متضايق قوي منكم، هو عايز ياخد حقه. تمام. فبس يعني لما تتعاملوا مع برج الثور، 8 اوف كابس المقلوب 10 اوف بنتكلز، الشخص ده عمره ما هيبعد عنكم، الشخص ده هيحاول بكل الطرق ان هو يفضل جنبكم، لان هو شايف نفسه في المستقبل معاكم، شايف نفسه بيبني عيله معاكم، شايف نفسه بيبني مستقبل معاكم، هو عايز يكمل معاكم. وهو في المستقبل لو انتوا كملتوا مع بعض، العلاقه هتبقى مستقره جدا، وهيبقى عندكم استقرار مالي، وممكن جدا باذن الله يبقى عندكم اطفال. فانا شايفه ان في امل كبير قوي ان العلاقه دي تبقى كويسه، فادوا الشخص ده فرصه.
طيب لو بتتعاملوا مع برج الجوزاء كوين اوف كابس وسكس اوف وانز، شايفه ان الشخص ده من جواه متضايق على اللي هو عمله، ندمان وزعلان، بس هو مش بيبين كده، هو بيبين العكس، يعني هو بيبين ان هو كويس خلاص ما بيجيبش سيره الموضوع، بس هو من جواه بيفكر في الموضوع كتير. فانتوا يعني هو هيحاول يثبت لكم ان هو كويس وان هو اتحسن، بس انتوا زائد انكم ايه ما تفضلوش كل شويه تفكروا ان هو زعلكم، يعني ما تذلهوش من الاخر، لان هو مش محتاج ذل اصلا، هو لوحده متضايق. لو بتتعاملوا مع برج السرطان 3 of cups و 7 of pentacles، انتوا بتتعاملوا مع حد زي كده كل شويه بيحاول يفرفشكم، كل شويه بيحاول يطلعكم بره مود الزعل، بره مود ان انتوا زعلانين منه، كل شويه بيحاول يحسسكم ان العلاقه حلوه وكويسه، بس انتوا مش بتستجيبوا خالص. فهو بدأ يفقد الامل، بدأ يفقد الامل في الموضوع، اللي هو انا بحاول افرفشهم، بحاول اخليهم مش زعلانين، بحاول اخليهم مبسوطين معايا، بحاول ابسطهم باي طريقه، بس هما مش مبينين حتى ان هم مبسوطين، كل ما اعمل حاجه احسهم متضايقين اكتر، هما بدأوا يفقدوا الأمل. فلو انتوا بتتقالوا عليهم انا شايفة ان انتوا يعني كفاية، لأن هما خلاص هيبدأوا يزهقوا، يعني مش يزهقوا خلاص، فقدوا الأمل، مش هيحاولوا تاني. تمام. لو بتتعاملوا مع برج الأسد 3 اوف كابس و 7 اوف سورز، شايفة ان الشخص ده اتجرح قوي لما بعد عنكم، لما انتوا الاتنين اتخانقتوا، فهو قرر يحارب عشان العلاقة دي، قرر يحارب ويعافر عشان العلاقة دي، فهيعمل مهما كان انتوا عايزينه هيعمله عشان يثبت لكم ان هو يستاهل. تمام. فبس كده، يعني مفيش كلام اكتر من كده، الشخص ده هيفضل وراكم لحد ما انتوا الاتنين تتصالحوا. تمام. لو تتعاملوا مع برج العذراء Page of Swords و The Devil، انا شايفه ان انتوا متعلقين بالشخص ده قوي، وانا شايفه ان هو ممكن يكون اصغر منكم في السن. انا شايفه ان انتوا بلاش تكملوا مع الشخص ده، لان هو عنده صفات سلبيه كتير وهو ما بيتغيرش. تمام. يعني انتوا متعلقين بحد ما بيتغيرش، كل شويه يقول لكم انا هتحسن وانا هعمل، وفي الاخر ولا حاجه، ما بيحصلش اي حاجه. واعتقد ان الكلام ده انتوا هتعرفوا ان هو حقيقي، لان هتبقى حصلت معاكم قبل كده. تمام. حصلت ان هو يقول كلام وفي الاخر ما بيعملش بيه، هو بق يعني، فمش شايفه ان انتوا تكملوا مع حد زي كده. لو بتتعاملوا مع برج الميزان King of Wands و Ace of Swords، انا شايفه ان انتوا بتتعاملوا مع حد عنده اصرار قوي، فانا شايفه ان هو يعني انتوا يعني اللي انا عايزه اقوله ان هو دلوقتي انتوا الخناقه اللي حصلت كانت بسبب ان هو كذب. تمام. كذب عليكم، فهو دلوقتي قال لكم ان هو عمره ما هيكذب عليكم، انا شايفه ان هو اللي هو قاله ده فعلا هيحصل، هو مش هيكذب عليكم تاني، هو هيحاول يبقى صريح معاكم على قد ما يقدر، لان انا شايفه ان هو شخص عنده اصرار جامد قوي، فلو هو مصر ان هو يخلي العلاقه دي تكمل يبقى هو فعلا مش هيكذب عليكم، وانا شايفه ان هو فعلا مصر. تمام. يعني باين من الكارت ده، فانا فعلا شايفه ان انتوا تصدقوه وتدوا له فرصه. يعني طيب لو بتتعاملوا مع برج العقرب، سبحان الله ده كارت برج العقرب Death و Ace of Wands، انا شايفه ان الشخص اللي هيعرض عليكم بدايه جديده، بدايه كلها شغف، بدايه كلها حب، وانا شايفه ان البدايه الجديده دي تبقى سعيده جدا، يعني شايفه ان انتوا فعلا توافقوا عليها. الشخص ده خلاص هيفتح صفحه جديده معاكم، هيتغير 180 درجه، هتلاقوا نفسكم بتتعاملوا مع شخص تاني. اهم حاجه بس ان الشخص ده يفضل ما يرجعش لطباعه القديمه، لو رجع لطباعه القديمه ابعدوا عنه. تمام. بس اهم حاجه انه يعني انا مش حاسه ان هو هيعمل كده، بس لو عمل كده ابعدوا عنه. لو تتعاملوا مع برج الكوست 2 اوف وانز وذا هاي بريستس، انا شايفه ان الشخص ده عنده حاجات كتير انتوا ما تعرفوهاش عنه، يعني انتوا لسه ما تعرفوهوش كويس قوي كده، انتوا لسه زي كانكم مرتبطين جديد، او يعني الشخص ده لسه انتوا ما تعرفوش كويس، ولا هو يعرفكم كويس، انتوا ما تعرفوش حتى كل حاجه عن حياته. فتو اوف وانز الشخص ده زي كانه محتار، هل هو هيحارب عشان العلاقه ولا لا، هو حتى لسه ما قررش اصلا. تمام. فانا شايفه ان انتوا قبل ما تقرروا كل شويه تسامحوا الشخص ده على غلطاته، اعرفوه كويس الاول، يعني ممكن هو طبعه ان هو ما بيتغيرش. تمام. يعني شوفوا كده من المواقف اللي حصلت، حاولوا تجمعوا معلومات كفايه عن شخصيته عشان تقرروا انتوا عايزين تسامحوه ولا لا. تمام. لان مش شرط يتغير. لو بتتعاملوا مع برج الجدي، انا شايفه ان الشخص ده هيعمل كل اللي في ايديه ان هو يصلح العلاقه، يعني هو شايل هم، شايل المسؤوليه ان هو الغلط كان غلطه فهو اللي هيصلحه، فدي مسؤوليته هو، ده اللي هو شايفه وده اللي هو مقتنع بيه. انا شايفه ان الشخص ده خلاص بنى على حقيقته، انتوا عرفتوه كويس وشه وظهر، يعني زي كانكم قريتوا كتاب من وشه لظهره، خلاص انتوا عرفتوا كل صفات الشخص ده، فهي الفكره ان انتوا خلاص هتقبلوا بكل عيوبه وتستحملوه على كده ولا لا.
تمام، عشان لو مش هتستحملوا كل عيوبه يبقى بلاش بلاش تكملوا معاه اصلا. بس من ناحية التغيير هو مقرر يتغير. لو تتعاملوا مع برج الدلو، the Hierophant و the Hermit، طيب الشخص ده هيبقى مخلص جدا ليكوا، بس انا شايفه ان الشخص ده هيعوز شويه وقت بعيد عنكوا يقرر هو عايز ايه في الدنيا. يعني هو مشتت شويه، ما بيعرفش ياخد قرارات، ممكن حتى ما يكونش عنده اهداف في حياته، يعني ما يكونش عنده خطه، يكون ماشي فيها كده اللي هو زي ما ربنا اللي ربنا يجيبه حلو يعني. فالشخص ده هياخد فتره كده شويه بعيد عنكوا ويقرر هو عايز ايه بالظبط. هل هو عايز اصلا في المستقبل مثلا يكون مرتبط، يعني يكون مرتبط مثلا، ولا هو مش عايز يتجوز اصلا، ولا هو عايز ايه اصلا، هو مش عارف. تمام، بس من ناحيه الحب هو بيحبكم جدا وهيبقى مخلص جدا ليكم، يعني مش شايف ان هو ممكن حتى في احتمال ان هو يخونكم يعني. تمام، لو انتم مع حد اصلا خانكم قبل كده فاكيد انا مش بتكلم عليكم، بتكلم على حد تاني. بتكلم على حد عمرهم ما عدوا بحاجه يعني، عمرهم ما عدوا بخيانه اصلا، فده مش هيحصل يعني. فاللي ما عدوش بخيانه مش هيعدوا بخيانه. تمام، فده هيرمس هنا هو هياخد شويه وقت عقبال ما يقرر هو عايز ايه، بس هو عمره ما هيكدب عليكم ان هو مثلا يقول لكم ان هو عايز يكمل معاكم وهو من جواه لا، مش هتحصل. تمام، لو بتتعاملوا مع برج الحوت، 8 اوف بنتكلز وكينج اوف سوردز، طيب انا شايفه ان الشخص ده هيحاول يبذل مجهود ان هو يكون احسن، ان هو يرضيكم. في نفس الوقت هو برضه بيبذل مجهود في شغله، زي كأنه عنده هدف عايز يوصله في الشغل، ترقيه ولا حاجه، عنده هدف كده. كينج اوف سوردز، بس يعني اللي هو ايه، هو هيبذل مجهود عشان يصالحكم، بس هيستنى منكم ان انتوا تقدروا المجهود ده، اللي هو ان انتوا تقدروا المجهود، تقول لهم مثلا ان انتوا مقدرين اللي حصل ده او كده. لو مثلا جيتوا في يوم من الايام وقلت لهم مثلا، جبتوا سيره الخناقه دي ويقول لك لا ما انا عملت كذا وكذا عشان اصالحك ولا اصالحك، انتوا مش مقدرين، انتوا مش عارف ايه يعني، فاهمين هم هيعملوا كده، فهم هيبقوا مستنيين كده يعني، مستنيين ان انتوا تقدروا اللي هم بيعملوه.